الربا ذنب خطير، خلوا بالكم. اصعب شيء، اخطر مصيبة. عايز تعرف الربا ده عند الله وضعه ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، درهم ربا، درهم يعدل عند الله 36 زانية، والعياذ بالله. تخيل لو واحد زنى 36 مرة، سيئات قد ايه دي؟ درهم ربا بالسيئات دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات اللي تدخل جهنم، السحر واكل مال اليتيم والربا. الربا اوعى، الربا كلمة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ربنا ما قالهاش لا في الزنا ولا في القتل، انما قالها في الربا. والناس النهاردة بمنتهى البساطة يقرأ في الجرنان، يقرأ في الاعلان وهو ماشي، يلا اللي عايز قرض، اللي عايزه يلا ابشروا، ايه الفايدة متزايدة، ايه الفايدة متزايدة دي؟ يعني ايه الفايدة متزايدة؟ ده الفايدة يعني الربا، الفايدة يعني الربا. لا لا لا، هو ما اسموش ربا، هو اسمه استثمار. استثمار مجموعة ألف، مجموعة ب، مجموعة جيم. حلو، يعني خليك حلو. واللي يغيظك بقى البنك اللي بيتعامل بالربا ده، اللي بيتعامل بالربا وضد القرآن وضد السنة، لما يجي المولد النبوي الشريف يقول لك: بنك الربا يهنئ عملائه الكرام اللي بياكلوا الربا بالمولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين. المولد النبوي الشريف، ونبشركم بشرة، الفايدة السنة دي زادت شوية، الحمد لله، الحمد لله. وكل سنة وانتم طيبين، ايه بمناسبة المولد النبوي الشريف، مولد نبوي. بالله عليك، ده بنك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما في ناس كتير والله كده برضه، والله ما تعرف مين سيدنا النبي ده. اذا كانوا عاملين مسابقه بيقول لك: من هو سيد الاولين والاخرين؟ واحد اهبل عمال يخبط على دماغه يقول لك: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، وبعدين في الاخر مش واخد بالي والله، مش عارف. امال النبي مين ده اللي انت بتصلي عليه؟ واحد في الامتحان بيقول للي جنبه: مين يا الله سيدنا النبي اسمه ايه يا الله؟ بيغش. تاني بيقول له: اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قاعد يكتب، قال له: ايه صلى الله، صلى الله عليه وايه؟ واخد بالك؟ مش عارف صلى الله عليه وسلم، صلى الله، هو مين اللي بيصلي عليه ده؟ ما الناس مش واخده بالها والله، صدقني. الناس عايشه النهارده، الناس عايشه كده زي ما يكون في غيبوبه كده، يقرا اعلان، حلو والله، بيقول لك الفايده زي، طب ما تحط، تعرف بيقول لك ايه؟ بيقول لك حط مرتبك وبعدين مش عارف ممكن تاخد لك مليون، والله مليون، مليون، قال المليون يطلع كام؟ وانا مش واخد بالي والله. ما هو بيسال واحد اهبل مره: المليون كام؟ يعني قال المليون بحاجه بتاعه 300,000 كده بتاع، يعني حاجه، يعني واخد بالك 300,000 ده مليون. ايوه بس هتاخده من حلال ولا من حرام؟ هتاخده من حلال ولا من حرام؟ دي النقطه، خلي بالك.